سيد رئيس الحكومة، الشعار المرفوع اليوم في الشارع المغربي هو لا صحة لا تعليم، لأن المغاربة ما لمسوش ترجمة فعلية للخطاب المرفوع، وفي نفس الوقت ما كايناش ضمانات للولوج لخدمات عمومية ذات جودة باعتبارها حقوق أساسية. هناك غياب الإجراءات واضحة تربط بين الإطار العام الموجه للسياسة الصحية وبين آليات تنفيذ هذه السياسة. كيف يعقل اليوم أن الناس كيمشيو لمستشفى عمومي ويطالبون بجلب أدوات ومستلزمات طبية من أجل إجراء عملية جراحية في مستشفى عمومي وغير مشمولة بالتغطية الصحية؟ المغاربة اليوم كيتحملوا أكثر من 50% من التكاليف الصحية، مما يسقط شرائح واسعة في الفقر، وأكثر من 63% مع احتساب المساهمة ديالهم في التغطية الصحية، وبالتالي هذا عائق حقيقي أمام الولوج للعلاج. الصحة الجيدة السيد رئيس الحكومة لا يمكن أن تستقيم بدون وضع سياسة وقائية متكاملة تضع الاهتمام بالصحة في قلب كل السياسات العمومية وبانخراط كل القطاعات. المستعجلات الطبية اليوم اللي هي مكون أساسي في المنظومة الصحية ومسؤول عن حفظ الحياة دون المستوى المطلوب، الناس كيقلبوا غير على من يهضروا في المستعجلات وما تيلقاوش مع من يهضروا.